النرجسية غير الغرور. المغرور ده اللي هو بيتغرر في لا لان النرجسي كمان مش بس النرجسي عايز يبقى محل اهتمام الجميع وعايز يبقى محل اعجاب الجميع، ودايما بيشتغل على انه لسانه يبقى حلو وطريقته تبقى حلوه عشان يستقطب اللي قدامه، عشان يشوف نظرات الاعجاب اللي في عينين اللي قدامه. المغرور مش ما بيهتم، ممكن ما يهتمش باحساس اللي قدامه ناحيته، بس الشخص النرجسي، وعلم النفس بيقول لك كده، مش كلام من عندي، علم النفس بيقول لك ان الشخص النرجسي دايما شخص مهتم برأيك فيه، ودايما شخص مهتم بإعجابك بيه. فتلاقيك في الأول حتى لما الست بتخش علاقة مع راجل نرجسي بتنصاب في العلاقة أسرع من راجل مغرور. راجل مغرور ممكن يخنقها لأنه متعالي. النرجسي عنده كومبينيشن من أنه هو واثق، هو بيديها الانطباع أنه واثق من نفسه، هي لسه مش عارفة أن دي نرجسية، واثق من نفسه، رزين، تقيل، كلامه حلو قوي، تصرفاته حلوة قوي، شكله واخد باله من نفسه قوي، بيلمع ومنمق جدا، فبتبقى بتنساق بسرعة جدا في العلاقة. وبتكتشف بعد كده ان النرجسي ده شخص ما بيفكرش غير في نفسه، هو محور. اصل النرجسي مغرور واناني، مش بس مغرور، فكل حاجة بتتمحور حواليه، انا هو محور الكون. فالعلاقة مع شخص نرجسي علاقة صعبة جدا، لان مطلوب منك انت في العلاقة كست او انت في العلاقة كراجل ان انت تمسح نفسك بقى السيكة عشان هو يحس ان هو محور كل حاجة في الحياة. فالنرجسي ده اصعب من بس خلينا نقول حاجه برضو، وانتوا بقى يعني قولوا لي صح ولا غلط، خلينا نقول انه برضو الستات ينجذبوا الى اللي هو الشخص اللي من النوع ده، يعني هم الستات اللي مدين فرصه للراجل انه يتبنى الشخصيه دي. يعني تحسي انه جوه كل راجل حته نرجسيه، نرجسي صغنطوط، نرجسي حلو كده، يكبر او يصغر. وانا كلنا بس هي بس عند الرجاله يمكن موجوده اكتر، وهم بيتبنوها ليه؟ عشان لان الست بتسقف له، بتقول له، بتبان انها منجذبه للنوع ده من الشخصيات، وبالتالي هو كمان بيستخدمها. ما هي الست هي اللي ادت فرصه ان الرجاله تستخدم الطريقه دي في التعامل، لان هي بتحس انه يا واد يا تقيل، ويا بختي انا الواد الفظيع ده. خليني اقول لكم برضو انه كل واحد فينا في درجه من درجات النرجسيه، صح. هي الفكره بس ان انت تعرف توزنها، يعني او تبقى واخد بالك منها عشان ما تقلبش بمرض، او تنزل يعني تقلب بحاجه وحشه. فهي اكيد هتضرك وهتخلي اللي قدامك يبدا يبعد عنك واحده واحده.